كتخدم وانت مضغوط اصاحبي مستريسي، كتولي كبعد شي خطوط ما كديرهمش كتولي كديرهم، غير تزيد وانت راه ما غتزيد حتى شي حاجه، ملي كتزيد كتمشي للبومبا كتدير اكثر من داكشي اللي كنتي باغي انت تصور. راه السائق ضعيف اصاحبي، بارك عليه غير الدخل ديالو نقص لما تزيدوا تضغطوا عليه باش تبذل انت واحد المجهود وما تاخذش المقابل، ام الاحسن نجلسوا بلاش. وضعيه خايبه تيمروا بها السائق المهني، وماشي غير الطاكسي، لا الكيران لا الحافلات لا كلش، هذه كتولي انت حاضيه مولاها كيتسناك تجيب له واحد الدخل وانت حاضيه، كتمشي للمازوت كتلقى الغازوال طالع تطلق مع 11 وتعطي المول الطاكسي وتدي نتايا ودير الغازوال، راه ولينا غير تنسخروا. سميتني نفضل عبد الله، نائب المال في النقابة ديال الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. المعامله ديال كسائقين مهنيين يعني كتبقى مجال اللي هو مع الزبون، بعض المرات كندخلوا في صراعات مع الزبناء علاش التسعيره، علاش النظره، كنا في بعض في المرات اللي فاتوا كنا كان ثلاثه ديال البلايص كانت واحد التسعيره، ملي نزلنا البلاصه الرابعه يعني بقات نفس التسعيره، الناس كانوا تيطالبوا باش تنقص، في حين ان الشيء ديال الاسعار وديال المحروقات هو اللي ما تيخلي الظرفيه شويه قاصحه، وراه حتى الدخل حتى ديال السائقين ديال السائقين المهني راه ماشي شي دخل زعما اللي غادي تكون انت بالنسبه له مرتاح، راه دخل ضعيف جدا. راه واخا الناس دابا غير كنهضروا تيقول لك لا راه الطاكسي كتربح، اييه راه كتربح، ولكن راه الدخل ديالنا حنا اللي كناكلوا العصا كسائقين مهنيين. دابا الا سولتي اي سائق هنايا الدخل ديالو زاد نقص بواحد النسبه كبيره كاع، حنا ما غادي نهضروا بصفه عامه، يعني مثلا قبل مثلا من كورونا كان يعني واحد الدخل اللي كيكون كان محدود مثلا في 170 درهم حتى 200 درهم 150 درهم، هذا دابا لا، دابا نقص داك اللي غادي يدي السائق ولا كيدير لك دابا المازوت المحروقات ولات كتديه لك، وليتي انت ما بقيتيش كتدي داك الدخل اللي كنتي كتديه. هذا نجاوبك عليه، علاش ردينا السو وبقى نفس الثمن؟ ما بغيناش نزيدوا على دوك الخمسه ديال البلايص، مثلا كانوا خمسه البلايص كانت ب 70 ريال. كانت ب 70 ريال، زدنا البلاصه السادسه بقات ب 70، علاش؟ حنا ما بغيناش نزيدوا 10 10 10 غتولي في 4 دراهم، ما بغيناش نقيسوا الجيب للمواطن، قلنا زعما نفرقوا ديك البلاصه نفرقوا على دوك الخمسه، يعني بحال بقينا هما، وحتى اللي قال شي حاجه يجي مارس معنا المهنه ويشوف شحال كنديو، واش كيبقى لنا داك الشيء اللي كنا كنديو، اقسم بالله دابا ولينا تنديو واحد حتى كتبغي تقولها ما كتبغيش تخرج، كتدي 100 درهم 120 درهم المخير. 120 درهم كتجلس بانطكا كتختم 24 تجلس 24، 120 درهم ديالاش؟ واحد سائق مهني مجوج عنده مصاريف عنده التزامات عنده تابعات عنده امراه عنده وليدات، يعني صافي ولا عندك شيء محدود ما تقدرش، يعني كتعيش غير داك الشيء اللي قدك، ما تقدرش مثلا تزيد كما تيقولوا زيد غير خطوه، ممنوع تزيدها في هذا القطاع هذا وفي هذه الظرفيه الحاليه. دابا حنا كما كنسمعوا قال لك غادي يوصل شهر 7 غادي يولي 20 درهم، اللي ما كيروش دابا حاليا شهر 7 غادي يولي ب 20 درهم الغازوال، شنو غادي نبقاو نديو حنايا؟ دابا حتى مول الطاكسي واكل العصا، حتى مول الطاكسي دابا واكل العصا، الدخل ديالو هو تضرر، وبعض المستغلين الله يهديهم تنقول لهم من هذا المنبر يحاولوا على السائق، راه كاينين المستغلين اللي تيهزم على الشيفور 300 درهم، ومنين غيجيبها لك دابا الشيفور؟ انت دابا جيتي دابا غير القنطره انت غير شوف دابا واش هاد الحاله ديال 300 درهم ولا حتى ديال 250 درهم، ورغم ذلك الشيفور تيجبد من عنده باش ما يضيعش البلاصه ديالو تيقول كنبقى خدام، راه يعني يا صاحبي باش تبذل انت واحد المجهود وما تاخذش المقابل، اما الاحسن نجلسوا بلاش. وواحد الظاهره ديال البيرمي مثلا ديال رخصه السياقه مازال كتصاوب، وحنا ما تكافيناش مع القدام وهادو اللي باقين، حتى انا منهم تنهضر تاع بالنسبه لي انا، كان البيرمي دابا غير تيتعطى، وهما دابا كتلقى حريفيه قدام وما خداميش، وعلاش؟ حيت ما غيعطيش الروسيت اللي غيعطيه واحد صغير، ولا واحد مثلا جاي من المناطق ديال المدن، تيقول كندخل غير نخدم في الطاكسي، يعني جايبه هو غير يدخل يخدم عنده عادي، وبعض واحد النقطه بغيت نشير لها، هي ديال الناس اللي متقاعدين وتيكون عندهم واحد التقاعد اللي هو تقاعد مزيان، مريح بالنسبه لهم. ديال 4000 درهم تنعرفوا ناس عندهم تقاعدات وخدامين في الطاكسي، وناس ما عندهمش وما خدامينش غير جالسين. هادشي اللي تنطالبوا من السلطات غير تتدخل وتصلح غير الوضعيه، هاد القطاع راه فيه زوال، فيه الخبز، خصو غير يتقنن. ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا هاد القطاع يتقنن وتعمم التغطيه الصحيه للسائقين، حتى حنا تولي كرامه للسائق.
راه هادشي اللي تنطالبوا، حنا ما تنطالبوش بشي حاجه اللي هي زايده على القياس. الغاز واش نقول لك، دابا حنا ما كنحسبوش ديك 14.54، كنحسبوه 15 درهم. ملي كتسمع انت 15 درهم حتى الخدمه ولات عندنا محدوده. دابا من 11 النهار لدابا سيدي الربعه 200 درهم. كيفاش غنقدروا نقسموا هاد 200 درهم؟ وغدا خصك تطلق مع 11 وتعطي المول الطاكسي وتدي نتايا ودير الغازوال. راه ولينا غير تنسخروا، اقسم بالله الا بعد شي ايام وخصوصا عند الظرفيه الاخرى ولينا تنسخروا. تتمشي كتبقى واقف في الطاكسي بحال حاضيه، هذه كتولي انت حاضيه، مولاها كيتسناك تجيب له واحد الدخل وانت حاضيه. كتمشي للماسوط كتلقى الغازوال طالع، كنتي كدير مثلا واحد مثلا السيطرو كانت كطيح عليك ب 100 درهم 80 درهم، دابا ولات كطيح عليك ب 150 درهم 180 درهم. يعني شي شحال ديال الفرق؟ راه ولا كيتقاس السائق ولا كيتقاس في الجيب ديالو، ماشي حتى المستغل الله يحسن العون، ما تنكرو حتى لشي واحد، لا السائق ولا المستغل، غير شي مستغل الله يهديهم يحاولوا على السائق المهني. راه السائق ضعيف اصاحبي، بارك عليه غير الدخل ديالو نقص ولا ما تزيدوا تضغطوا عليه. صافي نحاولوا نساعدوا بعضياتنا نخفوا عليهم. دابا كاين شي مستغل كما سبق لي قلت لك تيحتم عليك 300 درهم، 300 درهم باش غادي تصورها نتايا نعطيو لشي واحد كاع اللي تيحسب. دابا راه بعض الناس كيقول لك الطاكسي كتدي، راكم كتديو وراه كنجلسوا 24 ساعة، ندي 150 درهم كاع غنجلس 24 ساعة غادي نجلسها، و 150 درهم غتقسمها على جوج غتعطيك 75 درهم في النهار. ديال اش 75 درهم؟ إلا جاك غير مرض ما كتبقى لك لا 150 درهم لا والو، هذيك 75 درهم كتحسبها مشات ما كتبقاش، ما 15 يوم عندك في الشهر هي الخدمة. إوا قسمنا 150 درهم على شهر شحال غادي نجي؟ واش غادي اللي عندنا التزامات كما سبق لي وقلت لك، التزامات الذكرى هاد الأولاد ديال الصاير ديال التزامات، شنو غادي ندير؟ نخرجوا للشارع؟ حنا لقينا بعد هاد الحرفة زعما قلنا غير نحسنوا حتى حنا غير نحسنوا الوضعيه كما سبقونا والدينا تا هما كلا والعصا. الوالد ديالي 32 عام، راه هو السيد راه قال شي 35 سنه، راه شو الحاله ديال سائق مهني؟ واش دابا هذا سائق يجلس غير غدا راه ما كاينش اللي يدخل عليه صافي حتى قبضه الاقامه؟ راه وضعيه خايبه تيمروا بها السائق المهني، ماشي غير الطاكسي، لا الكيران لا الحافلات لا كلشي. السائق راه متضرر، حنا تنطالبوا السلطات تحاول تلقى شي مخرج ولا شي طريقه يتحسن الوضعيه ديال السائق المهني، ما تنطالبوش بشي حاجه. راه كما سبق لي وقلت لك راه كاينين شي مستغلين راه قاهرين الشيفر والله الا مقهور اقسم بالله. وباش تجي تقيدو انت ب 300 درهم 300 درهم للمستغل، هذا تنقول لك اللي تيشرط، اما اللي ما تيشرطش يكون حرايفي. 300 درهم زيد عليها واحد 170 درهم للغازوال، شنو غادي يبقى؟ دابا واحد كيبغي يشدها نظرا للظرفيه اللي ولات صعيبه، ولا تيبغي واحد يخدم بوحدو. احنا ولينا دابا حتى كيما النقطه اللي شرت لك ديال البيرمي اللي كيطبعوا، كانوا باغيين يزيدوا الناس يخدموا، دابا الناس كيقلبوا يخدموا بوحدهم باش غير يبقى داك المدخول ديالو. وكاينين شي مستغلين ولاو هما كيخدموا، حتى الشيفور اللي غيدي ديك البركه ولا تيديها المستغل ولا تيجلس الشيفور. علاش كوكو قضيه عيانه تتحرك ونخدموا؟ وهذه هي فين خصنا نتعاونوا. الى المستغل غيضغط على الشيفور راه ما بقات لا كتخدم وانت مضغوط اصاحبي مستريسي، كتولي كبعد شي خطوط ما كديرهمش كتولي كديرهم. المهم باش تدخل غير تزيد، وانت راه ما غتزيد حتى شي حاجه، ملي كتزيد كتمشي للبومبه كتدير اكثر من داك الشيء اللي كنتي باغي انت تصور. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.